اوايل فلاكيش حنا علاش مستعفرين مستعفرين باش نفوجو اي ولا بغينا نفوجو خصنا نقلبو على الكرا ها ضروري خصنا شي بلاصه تكون زوينه الى اخره. المهم هنا كنا في اكادير رعم ديك الله الوطن الملك غادي تعرفونا فين كتعجبني ديك اللعيبه في ما نمشي لاكادير ضروري ما كنصورها. صافي هنا دزنا من حدا المرسى ديال اكادير هنا وريتكم شنو لابسه والميك اب وداك الشيء الناس ديال الملحفه وكذا. مشينا لواحد السوق وخديت انا وماما ملحف خديت انا في هذا اللون هادي صراحه عجبتني ولكن عرفت ورا الاعصاب الاعصاب ما كنعرفش ليها ما عرفتش ليها. مهم صافي هنايا عرفتوا راه الطريق كامله غادي تشوفوها بحر زوينه واحد الطريق والجو من بلاصه لبلاصه كيتبدل. لاحظوا غير السماء ولاحظوا الجو كيفاش كيتبدل من بلاصه لبلاصه سبحان الله ولكن راه واعره. كنا غادي لام سوان حيت قررنا انه نكريو في ام سوان. ام سوان راه معروفه كيمشيو ليها النصارى بزاف باش كيسورفيو الى اخره. ناري شوفوا هذا المنظر شحال زوين عرفتوا حمقني كون شفتوه في الواقع دوبو النص ديال البحر كله نص بوحديته نص فلون ونص فلون. anyway صافي هنا كملنا الطريق ديالنا توصلنا لهاد البلاصه هادي اللي كيبيعوا فيها بوزروق. ماما ما يمكنش تدوز من هنا بلا ما تاخذ بوزروق حيتاش بوزروق ديالهم بنين وكيلقطوه بيديهم وكيصاوبوه في العشات هادو اللي كتشوفهم. المهم جاو عندنا جوج ديال البنيتات كتجي كل وحده فيهم كتقنعنا باش ناخذو من عندها ايوا بجوجهم عندهم نفس بوزروق قلنا ما نخسروش لهم الخاطر خدينا من عند هادي ومن عند هادي ولكن راه صراحه عرفت واحد بوزروق بنين بنين. صافي هنا كملنا الطريق ديالنا مشينا دخلنا لواحد الفيلاج باش ناكلو صراحه سميتو ما عقلتش عليها والله ما نكذب عليكم حيتاش عندهم شي سميات معلكين بابا هو اللي حافظهم اما انا والله ما عارفه. المهم دخلنا لهنا ديجا البصل مول فين كنجيو لا غير هو نزيد على سميتها دخلنا لهاد القهوه هادي باش ناكلو الطواجن. مع دخلنا بابا وراني الخبز ديالهم ناري واحد الخبز شحال زوين. الا مشيتو لاكادير ضروري ما تذوقوا الخبز ديالهم والطواجن ديالهم راهم بنان ديال بصح. صافي هنا ورانا انواع ديال الطواجن اللي عنده كاينين الانواع والاشكال شوفوا شحال حاطين هنايا. المهم ورانا بعدا ديال اللحم وديال الحوت. صافي من بعد خدينا داكشي اللي بغينا دوموندينا عليه دخلنا جلسنا في هذه البلاصه هذه واخا بلاصه عاديه زوينه كتحسوا بالراحه فيها قسما بالله. انا منين جلست فيها عرفت ارتحيت عجبتني كيفاش مقادينها. المهم مفواج نفسيتي انا ارتحت فيها. لقيت هنا صحاب الدسير قلت نصورهم ليكم بانت لي واحد المشيشه جلست كنبسبس عليها ووجهها شلح شوفوا على مشى ووجهها شلح شلح بلديه حطوا الطواجن حدا جا واجدين خدينا جوج. المهم خليوكم معنا ما تمشيو حتى شي بلاصه وتقولوا لي كي جاتني الملحفه. المهم خدينا جوج ديال الطواجن انا ديجا قلتها ليكم. خدينا هذا فيه بطاطا والقرعة حمراء والزيتون وخدينا هذا ديال الحوت ميري هذا ديال الحوت شحال بنين عرفتو حمقني ديال بصح بنين فوق ما كتصوروا. الاخر ديال اللحم معجبنيش بزاف ديال المعزي بالاحرى معجبنيش بزاف. هنا وريتكم هذا الخبز اللي انا شخصيا كيعجبني كيحمقني كيحمقني ما يمكنش شحال بنين. هاي فاتي هلو كدايره صعبه بخير كلشي مزيان الحمد لله. شنو عقلتو فاش كنا كنلقاو الربحه عقلتو عليها روح الشهر كل مره فاش كنا كنلقاو كنا كنشريو قلعه المنظر فرحانين ومتحمسين باش نحلوها السعاده ما بقاش داكشي. صافي هنا كبت لينا جهه المناضه عرفتوا هاد هاواي هادي ديال الجاج والله هي فيها البنه ديال هاواي. شريو بقاو تشريو المنط ديال الجاج ما تبقاوش تشريو ديال البلاستيك حيت ديال البلاستيك ما فيهمش البنه هادي بنينه. ايوا هنا دزنا من واحد الطريق كامله فيراجات ناري 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 من اصعب الطرقان اللي دز منه في حياتي كيقتلوا بالخلع راه ما بيناش دابا ولكن راه عرفتوا راه ما كاينش بعدا ما كاينش الحيط زعما اللي كالي عليكم وكتبقاو غاديين وكتدوروا فيها فهمتوا. وجات ديك الطريق في الجبال ناري ناري كي كتبان لكم الدنيا من الفوق اللي باغي يعيش الرعب يدوز من هاد الطريق هذه وحق الله عرفتوا الاكشن. صافي هنا واخيرا فتناها وصافي جلست كنصور لكم في هاد الديور هادو انا كيعجبوني الديور ديالهم سبحان الله زوينين. بقينا غاديين غاديين توصلنا لهاد البلاصه هادي اللي ما يمكنوش نمشيو لاكادير وندوزو من هاد الطريق وما نوقفوش فيها نتصوروا. جات فوق من الجبل كيبان لكم كلشي كيبان لكم البحر عرفتوا واحد المنظر خطير غير هو مت بالخلعة مت بالخلعة. لا لا انا تنخاف بابا من العلو لا راه انت شوف كلشي ما تتخافوش ما تتخافوش لا انت
او هنا من بعد بزاف ديال المعاناه واخيرا قربت شويه لداك الجبل فاطمة الزهراء جات لعندي كتجري قلت لها يلاه جيت تصوري معايا. ايوا مع هاد المنظر الغزال عرفتي واقفه ومخلوعه قسما بالله اللي عنده فوبيا من العلو راه هو اللي غادي يحس بيا شكون بحالي كيخاف من المرتفعات. anyway صافي صورنا واحد شي شويه هاد المنظر الغزال واخا ما كيبانش بحال الواقع عرفتي راه الواقع راه عالم اخر وحق لك تحسوا براسكم في السماء. ايوا صافي وحنا نمشيو هاد الملحفه هادي بعدا فقصتني راه ما نقولش لكم عصبتني ديال بصح ما كنعرفش ليها. ومهم هنا كنا وصلنا لامسوان ديجا داك الجبل كتشوفوا فيه امسوان من الفوق وهنا بدات المرحله ديال التقلاب معاه هبطنا من هاد الهبطه هادي لقينا واحد خونا كيشير بالسوارت صافي وقفنا عنده ما صورتش لكم دوك اللقطات صراحه. هنا صافي بدينا كنتمشاو باش نبداو التقلاب انا وبابا وجيجي وفادي على الله لقاو شي حاجه دابا اون فاس مع البحر قاسين كنقلبوا على الكره. ايوا دابا قاسين كنتمشاو عرفتوا قسما بالله بقوه ما سخفت وبقوه ما ديك الملحفه فقصتني ما صورتش لكم وحنا كنقلبوا عرفتوا طلعنا وقلبناش تقريبا شي 10 ديال البلايص وكلهم ما فيهمش الكره حيت امس وان ما فيهاش الكره. واخيرا لقينا هاد البلاصه هادي دايره بحال لوطيل فيها دي زابارتمون صغار. مهم راه مستحيل تلقاو الكره في امس وان عرفتوا راه خصوصا في الصيف كي تكون الدنيا عامره لقينا كلشي عامر. مهم هادي لابارتمون اللي خدينا زوين انا عجبتني مقارنه بالبلاصه خصوصا ما فيهاش الكره ولقيناها بهاد الكاليتي انا بعدا حمقتني زوينه بزاف. هنا كتلقاو قهوه من التحت راه ديجا شفتوها في الطلعه ديال الدروج كاينه الكوزينه كوزينه غير صغيره سامبل داكشي فهمتوا واخا ما فيهاش بزاف ديال البيوتا بزاف ديال الصالونات مي زوينه وفيها اتساع كبيره صراحه قدتنا كاملين وكامله جات كتشوف في البحر. يعني مشيتو للصالون غتلقاو البحر مشيتو للبالكون غتلقاو البحر مشيتو للبيت غتلقاو البحر هادشي باش حمقتنا. anyway صافي هنا مشيت وريتكم الطواليت طواليت عاديه مي زوينه. انا المهم ملي لقينا الكره في ايمس ورجع نقولو كنعاودها المهم الحمد لله. ايوا هذا هو البيت ديال ماما اللي جلست فيه جا اون فاس مع البحر جا شوكه الشرجم كيشوف في البحر البالكون كيشوف في البحر ولكن راه غزال مقادين بواحد الطريقه سامبل فنيون ماشي شي حاجه اوفر وماشي شي حاجه خايبه مي جا كيوت فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. وهذا هو البالكون اللي جلست كنمونطي لكم فيه لا فيديو غير شوفوا فين كنت جالسه باش كنمونطي لكم لا فيديو داك الريح وهذا هو المنظر كيفاش تيبان. انا بعدا حمقني البالكون ما يمكنش صافي من بعد وحنا نخرجوا كملنا الطريق ديالنا قلنا نضربوا واحد الدوره نشوفوا اش كاين ونشوفوا البلاد الى اخره. هاد راه ماشي البلاد ديال بابا مي المهم قلنا نضربوا دوره ايوا غاديين وما يبانوا لنا الماعز واحد السيد جالس كراه في الماعز ديالو قلت لبابا والو غادي توقفني نصوره عندك 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 عي هربوا ويتي 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 شحال ديال الماعز واو غادي نهاربين منك يلا هكاك 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 جيبيهم لهنا جيبيهم جيبيهم لهنا جيبيهم 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 لهنا جيبيهم لا 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 جيبيهم جيبيهم ويتي ويتي شو زوينين بحال هكاك 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 قاو هنا كيدوروا اليوم فاتي اش صافي هنا كنا طلعنا عند شي ناس كيعرفوا بابا عرضوا عليه ما كنعرفهمش انا صراحه ما صورت لكم والو ما وريتكم المنظر اللي هما كيشوفوه كل نهار وريتكم المنظر اللي عايشين فيه استعداتهم الله على راح شوفوا شوفوا هذا المنظر هادشي راه من فوق الجبل كنصوروا لكم زعما ما شاء الله. صافي هنا كنا دخلنا كلينا شي حاجه زوينه دابا تشوفوها معايا في الفيديو اللي جايين راه عرفتوا عالم اخر انا فيه دابا ما خرجنا من عندهم حتى المغرب صافي ما خرجنا صورت لكم شويه الغروب ديال الطريق وانا الطريق شي نهار تحمقني واعره 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 شتو لكن نتوما مازال ما دزتوش من الطريق ديال الجبال اللي كاينه في اكادير المهم انا ما نعرفش نعاتكم راه خاصكم دوزوا منا حيت راه عالم اخر كتشوفوا كتشوفوا كلشي من الفوق كتشوفوا واحد المهم واحد الجو خطير. هنا كنا رجعنا لامسوان مشينا لواحد القهوه اللي تقريبا لابارتمون اللي كرينا هاد القهوه هادي فايتني تواكله فيها زوينه مي ما فيهاش الماكله صراحه فيها غير العواصر قهوه
الى اخره من المنظر ديالها خطير. كتجلسوا فهمتوا كيضربكم على الريح ديال البحر وكيضربكم على الجو ديال البحر وكتشوفوا البحر من الفوق مجددا. هادشي باش امسوان زوينه يعني كتجلسوا كتشوفوا كل شيء من الفوق ماشي بحال جالسين في الارض ولا شي حاجه. انتما راه تلاحظوها من هاد لا فيديو. هنا جيت وريتكم واحد لا فيديو مقرب زعما باش نوريكم البحر بوضوح اكثر واخا ما باينش بالنهار كيكون احسن مي ماشي مشكل. صافي هنا كان جاب لينا داكشي اللي دوموندينا عليه. انا خديت ليه صراحه حليب بالشكلاط. بابا خدا له لويزا والحليب. صافي زوينه. انا كيعجبني حليب بالشكلاط فراسكم والله حتى كيحمقني. صافي هنا كل واحد فينا وشنو خدا. من بعد ما شربنا داكشي وتمتعنا شويه بداك المنظر الغزال رجعنا طلعنا وقلت انا عاود ندير بكم واحد طو اخرى باش تشوفوا الدار عاوتاني حيت حسيت براسي بحال ما وريتهاش لكم مزيان. المهم هنا كنا قادينا امورنا استفناهم دجاج الثلاجه ما كانتش حتى جينا وكرينا عاد باش جابوها لينا عاود وريتها لكم ما عرفتش واش شفتوها في الاول ولا لا. انيويز انا حتى اللي جاب لي الله عاود وريتها لكم باش نوريكم شي حاجه زوينه حيت فريمون كيوت زوينه وحلوه حلوه على القلب ومريحه. عرفتوا انا ديما هاد البلاصه اللي كنبات فيها كان باش داك السداري اللي شفتو تحت من الشرجم تما فين انا كنعس. صافي هذا هو البيت. هنا كنا استفنا الامور ديالنا. شوفوا المنظر كي كيبان بالليل باي ذا واي. استفنا داك الشيء ديالنا قاديناه. انا حطيت الباجاج ديالي في الكوافيز ديال ماما زعما احتاجيت شي حاجه نهزها. مشيت للبالكون عاود وريتكم داك الشيء فهمتوا. انا حاجه باش كنرتاح فيها البلاصه باش كنرتاح فيها بالاحرى انا كندير لكم طياره بها خصني نبقى نوريها لكم ونعاودها. ايوا صافي هنا عاود وريتكم البالكون الاخر. هذا البالكون صراحه ما عجبنيش بزاف ولكن حتى هو زوين حيت جات ديك القهوه من التحت وهاد الباراسول ديالها شويه مدرك على القديمه ماشي واش. صافي هنا رجعت مباشره للكوزينه باش نطيب لي اندومي. هي اللي تشهيت درت شويه ديال الماء ما كنكثرش في اندومي الماء كنديرها طيب ما كنخليهاش طيب بزاف يعني كنخليها شاده فراسها ماشي حتى تتعجن. كنزيد على العطريه كنخلطها ودرت ليا واحد الساندويتش فيه الطون والفرماج بداك المخمر. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش كثروا من لي لايك تفعلوا الجرس باش غدا عاوتاني يوصلكم جديد. دابا راه ما كاين غير جديد يوميا. يلا موحى لكم باي.